يعني كل فيلم عالمي يحتاج إلى بوستر أساسي، وهذا كلما كان كما تفضلتم ذو علامة فارقة فكلما كان ذلك أكثر إثارة للرأي العام ولفتا للانتباه وإيحاء بالجودة العالية لهذا الفيلم. بعض الأفلام بالمناسبة رغم جودتها العالية لكن بوسترها يكون متواضع غير موفق خلينا نسميه، فهذا يكسر الفيلم أحيانا. في أثناء العمل لما وصلنا إلى هذه المرحلة أنه لابد من تصميم البوستر، كانت هنالك خيارات مطروحة على الطاولة. منها أننا حيث أننا في ضائقة مالية فيمكن أن لا نتعاقد مع هذه الشركة الكبرى في لوس أنجلوس في أمريكا، وإنما أن نتعاقد مثلا مع شركة محلية ربما هنا في بريطانيا وتصمم لنا مثلا بوستر لا بأس به، أو أحيانا نتفق مع شخص يسموه فريلانسر، يعني هذا يشتغل لحساب الخاص، يشتغل لحساب الخاص مو عن شركة، يعني يصمم لنا كذلك نوفر بعض المصاريف. وكنا على وشك أن نتجه في هذا الاتجاه صراحة، لولا أنه بحمد الله تعالى الحمد لله شددنا العزم على أنه لابد هذه الزهراء عليه السلام وهذا فيلمها المقدس، ولابد أن نتعاقد مع أكبر شركة عالمية في تصميم بوسترات الأفلام. حطيته قلب على قلب مثل كل مرة. الشكل يعني عليك يا الله روح. فتمت مراسلة هذه الشركة طبعا ليس بشكل مباشر من طرفنا، وإنما من قبل الفريق الخاص الموظف من قبلنا وهم أجانب يسموه فريق الببليسيتي. لأنه الفيلم ترى بالمناسبة هنالك فرق وشركات ومؤسسات، ويعني كيف نعبر أقسام متعددة، كل قسم يعني له عناصره وهو يعمل بحسب اختصاصاته، مو الأمر بالشكل يعني قلت تأكيد يعني ربما إذا ذكروني في أثناء هذه الجلسة ربما بس أحاول أن أسترجع الذاكرة أنه هؤلاء الذين عملوا في هذا الفيلم على تنوع فرقهم ومؤسساتهم وشركاتهم كانوا من أي بلاد يعني. لما الآن شوي الآن على ذهني مر أنه تقريبا من شرق الأرض إلى غربها يعني. بالتأكيد يعني أنا بلاد متعددة يعني. حسب علمي أنه بيهم الإنجليز وبيهم الأمريكان. أي هذا بيهم نجي عليه إن شاء الله. أي نعم. أي يعني حبيت التذكير. خبرات صراحة سينمائية جمعنا من كثير من البلدان. فالمهم فهذا الفريق فريق الببليسيتي هو اللي راسل تلك الشركة وعرض عليها قصة الفيلم وبعض اللقطات منه. نعم. وبدأوا يعني بهذه التصاميم المقترحة. هم قدموا لنا مجموعة من التصاميم. نعم. أوليات كانت يعني مثل مسودات أولية. سموه preliminary design. preliminary design تصميم أولي. بالضبط. أكثر شيء لفت انتباهنا هو هذا التصميم بالذات. نعم. رغم كونه أولياً حينذاك. فوراً كان يشد الانتباه. وسر جاذبيته أنه يعبر بشكل دقيق عن مضمون هذا الفيلم. فشون اللي موجود في البوستر؟ نعم تفضلوا. موجود قبضة اليد. نعم. التي تمثل يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لما رفع يد أمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نعم. يوم الغدير هذه. وإذا بنا نجد أن هنالك مسمارا. نعم. قد غرس في هذه القبضة وطريقة الغرس صارت ذكية جدا يعني غرست بنحو معين. نعم. وخرجت منه دماء. نعم. وثم لما
نجد نتأمل في وسط الصورة أكثر، نجد أن هنالك سيدة عظيمة تشع نورا، هي في وسط هذين الساعدين، ساعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وساعد أمير المؤمنين، اللي يشكلون إلى حماية. نعم أحسنتم. نعم. فصارت النتيجة ما هي؟ يعني هذه الخلاصة، هذه الرسالة من هذا البوستر، وهي بالفعل تمثل رسالة هذا الفيلم. نعم. أن هؤلاء الذين هجموا على الزهراء عليه السلام وسبب هجومهم الغادر الشائن أن يصيب صدره الشريف هذا المسمار، نعم، حتى أدميت، إنما استهدفوا في الحقيقة بذلك الغدير، البيعة، بيعة الولاية، نعم، لأمير المؤمنين، نعم، عليه السلام. الزهراء كانت هي التي تحمي هذه الولاية وتنادي بها، روحي فداها، وهي التي تحملت هذه التضحية، نعم، وهذه المأساة، نعم، لكي لا تموت وتندثر هذه الولاية المقدسة. فبسبب هذه التضحية من الزهراء عليه الصلاة والسلام نحن اليوم شيعة. نعم بالضبط صح. ما محي الغدير ببركة وقفة الزهراء تلك عليه السلام، فهي كانت الحامية للغدير، وهما صلوات الله عليهما وآلهما كانا يحميانها بالمقابل، يعني بالمقابل من الجانب الآخر، من الجانب الآخر. نعم. وهذه هي قصة الليدي أوف هيفن، قصة سيدة الجنة عليه السلام. ممكن الغريب هو كان هذا، أنه كيف استطاعوا أن يحرزوا هذه الرسالة ويدركوها بهذه الدقة، أخذا بالاعتبار أنهم ليسوا بمسلمين ولا شيعة، وليست لديهم، يفترض يعني ليست لديهم تلك الخلفية الثقافية الهائلة أو الواسعة عن ديننا وعن قصة سيدتنا عليه الصلاة والسلام. نعم. وهم مشتغلون بصناعة بوسترات الأفلام العالمية، ومعظم الأفلام العالمية ترى تروح على هذه الشركة بالذات لأنها أقوى شركة في هذا المجال. نعم. فهذا كان صراحة أمر مفاجئ، توفيق، لم يكن لدينا، نعم، تفسير له إلا أن هنالك أمرا غيبيا. نعم. وبالفعل البوستر كان جدا مبهر، يعني كل من رآه حتى من الفرق العاملة في الفيلم كان يرى جودته، وهو بالفعل كان مكلف طبعا، يعني كلفنا أكثر من 15,000 دولار. نعم. مبلغ مو هين، مبلغ مو هين، لكن هم يسوى، يسوى يعني لولا ذلك. يعني شوف هذه أيقونة تصير للفيلم، وبالفعل هذه الآن تتحول، بالمناسبة هذه تتحول إلى حتى شارات وباجات، بالضبط صحيح، يعني هاي كلها أمور تلعب دور بالفيلم. وأتصور كل الإخوة مثل ما تفضلت، الأخ سام الرائي والإخوة الآخرين الذين تفاعلوا لأنهم رأوا بالفعل، بس شافوا هذا البوستر، نعم، والرمزية والدلالات التي يحملها، فورا انجذبوا وتأثروا وقاموا بجهودهم التطوعية بطباعة هذا البوستر ونشره وتوزيعه، أصبحت تريد مارك للفيلم، وراح يكون إن شاء الله. فالآن تخيلوا معنا أننا سننظر لهذا البوستر بضخامته، بجماليته، بدلالاته، وين؟ في مهرجان كان السينما العالمي، أكبر محفل عالمي للأفلام، للأفلام العالمية. نعم، هذا المحفل فني تجاري، يعني نشوف هناك مهم، منصوب أشكبرها. The Lady of Heaven, The Untold Story، سيدة الجنة، الحكاية التي لم تروى.